الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من التعليق على متن الآج الرومية. وقبل أن نشرع في هذا الدرس، نراجع مراجعة سريعة على ما أخذناه في الدرس السابق. أخذنا في الدرس السابق باب معرفة علامات الإعراب، وأخذنا أن للرفع أربع علامات: واحدة أصلية والباقي نيابية. فقال المؤلف: للرفع أربع علامات: الضمة وهي الأصلية، والواو، والألف، والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد، وعرفنا الاسم المفرد بأنه ما دل على واحد أو واحدة، وجمع التكسير وهو ما دل على ثلاثة فأكثر مع تغير بناء مفرده، وجمع المؤنث السالم هو ما جمع بألف بألف وتاء مزيدتين، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. فهذه المواضع الأربع إذا أتت مرفوعة فتقول مرفوعة وعلامة رفعها الضمة، إما ظاهرة أو مقدرة، فتقول: قام زيد. زيد فاعل مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. قامت فاطمة. فاطمة فاعل مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وقام موسى. موسى فاعل مرفوع، علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. وقام القاضي فاعل مرفوع، علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل. وهكذا قام الرجال، هكذا جمع التكسير وجمع المؤنث السالم. قامت الهندات مثلا. والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، فتقول: يكتب. فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ويقضي فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل. ويسعى. يسعى فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. وهكذا. قال: وأما الواو وهي العلامة الثانية من علامات الرفع، وهي نيابة عن الضمة، فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وهو ما دل على ثلاثة فأكثر مع سلامة بناء مفرده، وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. فالواو تكون علامة للرفع في هذين الموضعين: في جمع المذكر السالم، فمثلا تقول: قام المسلمون. المسلمون فاعل مرفوع، علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. قالوا: في الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة أخذنا أنها تعرب في الواو رفعا إذا كانت مكتملة الشروط. وأخذنا الشروط وقلنا لا بد من توافرها فيها. الشرط الأول أن تكون مفردة، أن تكون هذه الأسماء مفردة. فإن كانت جمعا لم تعرب هذا الإعراب، لا ترفع بالواو. فمثلا أبوك
مفرد، أبو مفرد. فإن كان مثل آباء لا ترفع بالواو. الشرط الثاني أن تكون مكبرة، فإن كانت غير مكبرة فإنها لا ترفع بالواو. فلو قلت جاء أبيك لا ترفع بالواو، لكن إذا قلت جاء أبوك ترفع بالواو. والشرط الثالث أن تكون مضافة، لا بد أن تكون مضافة. فلو قلت جاء أب أو أخ هذه ترفع بالضمة لا ترفع بالواو. وسواء كانت، لا بد أن تكون مضافة، سواء كانت هذه الإضافة إلى ضمير أو إلى اسم ظاهر. وأخذنا الأمثلة على هذا، قلنا جاء أبوك أو أخوك هذه مضافة إلى الضمير الكاف، أو إلى اسم ظاهر مثل جاء أبو زيد، فأبو مضافة إلى زيد، فاكتمل هذا الشرط من أن تكون مضافة. الشرط الرابع أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. فلو أضفتها إلى ياء متكلم نحو قام أبي، هذه أب مضافة إلى ياء المتكلم، فلا تعرب إعراب الأسماء الخمسة، لكن تعرب إعراب الاسم المفرد، فلا ترفع بالواو ولكن ترفع بضمة مقدرة على قبل ياء المتكلم. الشرط الخامس أن تكون فو خالية من الميم. إذا قال أبوك وأخوك وحموك وفوك، هنا فو أن تكون خالية من الميم. فإذا قلت جاء، فإذا قلت نطق فوك بالحق صح، لأن فو خالية من الميم فتعرب إعراب الأسماء الخمسة. لكن إذا قلت نطق فمك هذه تعرب إعراب الاسم المفرد، ولا يصح أن تقول نطق فموك إذا كانت معها الميم فلا تعرب إعراب الأسماء الخمسة. وهذا الشرط خاص بفو، وهو خلوه من الميم. الشرط السادس أن تكون ذو بمعنى صاحب. قال هنا وذو مال، يعني صاحب مال. فذو أن تكون بمعنى صاحب احترازا من ذو الطائية، فإن طي قبيلة طي تستخدم ذو بمعنى الذي، فإذا كانت ذو بمعنى الذي لا تعرب إعراب الأسماء الخمسة، إنما شرط إعراب الأسماء الخمسة أن تكون ذو بمعنى صاحب. لذلك طي يستعملون ذو بمعنى الذي اسم الموصول. قال فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، يعني بئري الذي حفرت وبئري الذي طويت. وأما الألف هذه العلامة الثالثة من علامات الرفع، فتكون علامة الألف تكون علامة الرفع في تثنية الأسماء خاصة، يعني في المثنى. وقال في تثنية الأسماء خاصة احترازا من تثنية الأفعال كما سيأتي في الأفعال الخمسة مثل يلعبان، فهذا فيه معنى التثنية لكنه فعل ليس اسما، لذلك يرفع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. يكتبان يلعبان هكذا. لكن هنا الألف تكون علامة الرفع في تثنية الأسماء،
وقد عرفتم الفرق بين الاسم والفعل، فلا بد من استحضارها في جميع الأبواب. إذن الألف تكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، فتقول قام الزيداني، الزيدان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، وهكذا. وأخذنا النون تكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنثة المخاطبة. هذه العلامة الأخيرة من علامة الرفع وهي ثبوت النون، وتكون ثبوت النون علامة للرفع في الأفعال الخمسة. وهنا ذكر أن الفعل المضارع متى يكون فعلا من الأفعال الخمسة؟ إذا اتصل بهذا الفعل المضارع ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنث مخاطب. مثلا عندنا يكتب، يكتب فعل مضارع، إذا دخل عليه ضمير تثنية فتقول يكتبان، أو تكتبان، سواء مخاطب أو غائب. وإذا دخل عليه ضمير جمع فتقول يكتبون وتكتبون، صارت أربعة. وضمير مؤنث مخاطبة فتقول تكتبين، وهكذا. هذه مراجعة سريعة على ما مر في الدرس السابق. قال المؤلف رحمه الله: وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمس: نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال التي رفعها بثبات النون. ذكر المؤلف رحمه الله أن للنصب خمس علامات: الفتحة وهي الأصلية، والباقي نيابة عنها، وهن الأربع اللواحق للفتحة: الألف والكسرة والياء وحذف النون. ثم فصل فقال: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع، أي متى تقول منصوب وعلامة نصبه الفتحة؟ في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد، وسبق تعريف الاسم المفرد وهو ما دل على واحد أو واحدة، وجمع التكسير أيضا سبق تعريفه، والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. أما الاسم المفرد يا أخوان فينصب وعلامة نصبه الفتحة ظاهرة أو مقدرة. من أمثلته قال تعالى: وأقيموا الصلاة. الصلاة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وقوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان. الإنسان مفعول به منصوب وعلامة نصبه
الفتحة الظاهرة على آخره. ومن أمثلته مقدرة، قال تعالى: وآتينا عيسى ابن مريم. عيسى مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. وتقول: رأيت القاضي. القاضي مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، لأن الياء قلنا تظهر عليها الفتحة. هذا بالنسبة للاسم المفرد. إذن الاسم المفرد ينصب وعلامة نصبه الفتحة، سواء كان ظاهرة أو مقدرة. ظاهرة إذا كان آخر الكلمة ليس حرف علة، ومقدرة إذا كان حرف علة وهو الألف فقط. أما الياء والواو من حروف العلة فتظهر عليهما الفتحة. الثاني الذي ينصب وعلامة نصبه الفتحة جمع التكسير. من أمثلته قوله تعالى: وإني خفت الموالي. الموالي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وقوله تعالى: وحرمنا عليه المراضع. المراضع مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قوله تعالى: وأنكحوا الأيامى. الأيامى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. هذا بالنسبة لجمع التكسير. الموالي جمع مولى، دل على ثلاثة فأكثر مع تغير بناء المفرد. والمراضع كذلك جمع مرضع، دل على ثلاثة فأكثر مع تغير بناء المفرد. وهكذا الأيام جمع أيم. الموضع الثالث الذي ينصب علامة نصبه الفتحة الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. قوله لم يتصل بآخره شيء لأن الفعل المضارع قد يتصل بآخره ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مؤنثة مخاطبة، وهذا سميناه من أفعال الخمسة، لأن الفعل المضارع إذا اتصل به ألف والاثنين مثل يكتب، قلنا يكتبان أو تكتبان، هذا اتصل به ألف والاثنين صار من الأفعال الخمسة. أو جماعة يكتبون تكتبون، أو يا مخاطبة تكتبين، هذه هي الأفعال الخمسة. إذن أراد أن يخرج هنا الأفعال الخمسة، وأراد أن يخرج أيضا نون التوكيد ونون الإناث، فإن الفعل المضارع يبنى مع نون التوكيد ويبنى مع نون الإناث فليس بمعرب، سيأتي عند الكلام على الأفعال بإذن الله. إذن قوله الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، هذا هو الذي ينصب وعلامة نصبه الفتحة. من أمثلته قوله تعالى: لن نبرح عليه عاكفين. فنبرح فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وكذلك قوله تعالى: فلن أكلم اليوم إنسيا. أكلم فعل مضارع أيضا منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
وكذلك قوله تعالى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط. يفرط فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أو أن يطغى. يطغى فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. هذا بالنسبة للفتحة، تكون في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. العلامة الثانية من علامات النصب الألف، إذا قال المؤلف وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. الألف تكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة، وتقدم ذكر شروط الأسماء الخمسة، وضرب المؤلف رحمه الله تعالى مثالا لنصبها بالألف وهو قوله رأيت أباك، فأبى منصوب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة، وأبى مضاف والكاف مضاف إليه. ومن الأمثلة أيضا قوله تعالى آوى إليه أخاه، آوى إليه أخاه، فأخاه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة، وأخا مضاف والهاء مضاف إليه. إذن الألف تكون علامة للنصب في موضع واحد وهو الأسماء الخمسة، فإذا أتت الأسماء الخمسة منصوبة فنقول منصوبة بالألف. قال وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. هذه هي العلامة الثالثة من علامات النصب. قال تكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم، وأخذنا جمع المؤنث السالم تعريفه من أمثلته قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. السيئات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. وكذلك قوله تعالى خلق الله السماوات، فالسماوات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. إذن جمع المؤنث السالم ينصب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة. قال وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. أما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. سبق تعريف التثنية وجمع المذكر السالم، وهو المراد بقوله هنا الجمع. إذن قوله الياء تكون علامة للنصب في التثنية أي في المثنى، والجمع أي جمع المذكر
السالم. مثال المثنى قال تعالى: ربنا واجعلنا مسلمين لك. فمسلمين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ومثال الجمع قوله تعالى: فإن الله يحب المتقين. فالمتقين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. إذن الياء تكون علامة للنصب في موضعين: في التثنية وفي الجمع. ونون المثنى مكسورة، ونون جمع المؤنث جمع المذكر السالم مفتوحة، فتقول مسلمين وتقول مسلمين. قال: وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال التي رفعها بثبات النون، سبق تعريف الأفعال الخمسة وأنها إذا اتصل بها ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنثة مخاطبة. من أمثلته قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تنالوا فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه حذف النون نيابة عن الفتحة لأنه من الأفعال الخمسة. والبر مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ومن أمثلته أيضا قوله تعالى: فأراد ربك أن يبلغا أشدهما. فيبلغا فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون نيابة عن الفتحة لأنه من الأفعال الخمسة. إذن حذف النون تكون علامة للنصب في موضع واحد وهو في الأفعال الخمسة. قال المؤلف رحمه الله: وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وفي جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة، وفي التثنية والجمع. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. ذكر المؤلف رحمه الله أن للخفض ثلاث علامات: الكسرة وهي الأصلية، والياء والفتحة نيابية. ثم فصل رحمه الله فقال: فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، أي متى تقول مخفوض وعلامة خفضه الكسرة،
ومتى تقول مخفوض علامة خفضه الياء، ومتى تقول مخفوض علامة خفضه الفتحة؟ تقول مخفوض علامة خفضه الكسرة في ثلاثة مواضع. قال: في الاسم المفرد المنصرف. هنا قيد المصنف رحمه الله الاسم المفرد بكونه منصرفا، وكذلك جمع التكسير بكونه منصرفا. يعني متى تقول مخفوض علامة خفضه الكسرة؟ إذا كان اسما مفردا منصرفا، وإذا كان جمع تكسير منصرفا، وهكذا. وجمع المؤنث السالم لم يقل منصرف، لأن جمع المؤنث السالم كله منصرف. فالاسم المفرد عندنا إما منصرف أو غير منصرف. ما هو معنى منصرف؟ أي أنه يقبل التنوين. فالاسم المفرد إما يقبل التنوين فنسميه منصرفا، أو لا يقبل التنوين فنسميه غير منصرف. إذن الاسم المفرد منصرف، الاسم المفرد المنصرف يخفض وعلامة خفضه الكسرة، مثل رجل وزيد وخالد، فتقول رجل وزيد وخالد، هذا يقبل التنوين، إذن هو اسم مفرد منصرف. فإذا جاء مخفوضا يخفض وعلامة خفضه الكسرة، فتقول مررت برجل، مررت بزيد. فرجل، مررت برجل، الباء حرف جر أو خفض، ورجل اسم مخفوض بالباء وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة على آخره. وزيد هكذا، وخالد هكذا، وإلى غيره من الأمثلة. أما إذا كان غير منصرف فسيأتينا أنه يخفض وعلامة خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة، وهو الممنوع من الصرف، سيأتي في الدرس القادم بإذن الله. إذن الاسم المفرد المنصرف، أي الذي يقبل التنوين، يخفض وعلامة خفضه الكسرة. قال: وجمع التكسير المنصرف. جمع التكسير أيضا ينقسم إلى منصرف وغير منصرف. المنصرف قلنا هو الذي يقبل التنوين، وغير منصرف هو الذي لا يقبل التنوين. فعندنا الآن جمع تكسير منصرف، مثل رجال. رجال جمع تكسير، لأنه دل على ثلاثة فأكثر مع تكسر بناء المفرد، أو تغير بناء المفرد. جبال، أشجار، وهكذا. فإذا أتى في موضع خفض يخفض وعلامة خفضه الكسرة، فتقول سلمت على رجال، على حرف خف، رجال اسم مخفوض بعلى وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة على آخره. وأما غير المنصرف مثل منافع ومساجد ومصابيح، فهذه تخفض وعلامة خفضها الفتحة، ستأتي في الدرس اللاحق إن شاء الله. إذن عندنا للخفض ثلاث علامات: الكسرة تكون في ثلاث مواضع، في الاسم المفرد المنصرف، وعرفنا أن الاسم المفرد ينقسم إلى قسمين: منصرف وغير منصرف. المنصرف منه يخفض علامة خفضه الكسرة، وغير المنصرف منه يخفض علامة خفضه الفتحة. وجمع التكسير أيضا ينقسم إلى قسمين: منصرف وغير منصرف. في المنصرف يخفض علامة خفضه الكسرة، وغير المنصرف يخفض علامة خفضه الفتحة.
وعندنا الثالث والأخير جمع المؤنث السالم ولم يقل المنصرف، لأن جمع المؤنث السالم لا يأتي إلا منصرفا. فتقول مثلا مررت بمسلمات، فالباء حرف خفض ومسلمات اسم مخفوض بالباء وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة على آخره. ثم قال وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، أي متى تقول مخفوض وعلامة خفضه الياء؟ في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة، وفي التثنية، والجمع. في الأسماء الخمسة طبعاً مكتملة الشروط، الشروط الستة التي سبق ذكرها. فإذا جاء اسم من الأسماء الخمسة مكتمل الشروط في موضع خفض، فنقول مخفوض وعلامة خفضه الياء نيابة عن الكسرة، لأنه من الأسماء الخمسة. مثاله قوله تعالى ارجعوا إلى أبيكم، فإلى حرف خفض وأبيكم اسم مخفوض بإلى وعلامة خفضه الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة. ومثاله أيضا قوله تعالى قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه، شاهد على أخيه، فعلى حرف خفض وأخيه اسم مخفوض بعلى وعلامة خفضه الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة. قال والتثنية، إذن الياء تكون علامة للخفض في الأسماء الخمسة وفي التثنية. المراد بالتثنية المثنى، فإذا أتى المثنى في موضع خفض فنقول مخفوض وعلامة خفضه الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى. فتقول مثلا مررت بالطالبين أو بالرجلين، فالباء حرف خفض والرجلين اسم مخفوض بالباء وعلامة خفضه الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. قال والجمع، أي أن الياء تكون علامة للخفض في الجمع، والمراد بالجمع هنا جمع المذكر السالم، لأن جمع التكسير قد مر أنه يخفض وعلامة خفضه الكسرة، إذن هنا المراد جمع المذكر السالم. فتقول مررت بالمسلمين، فالباء حرف خفض والمسلمين اسم مخفوض بالباء وعلامة خفضه الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. هذا ما يتعلق في درس اليوم، ويبقى عندنا من علامات الخفض الفتحة، فنأخذها في الدرس القادم بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.